FM. الكلمة ليك. نحكيو على الأمر الحكومي اللي خرج بالرائد الرسمي نهار 10 أفريل 2017 ليضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. عديد التعليقات سمعناها عند العباد سواء على الفيسبوك سواء حتى في الشارع في القهوة في أي بلاصة يتسألوا في البلاتوات أكيد يتسألوا على القوانين هذوما والإجراءات هذه كيفاش باش يتم تطبيقها. اليوم نرجع بالتفصيل على المخالفات والخطايا وحسب رأيكم هل أنه القوانين والإجراءات هذه تنجم تقلص من السلوكيات الغير مسؤولة من طرف بعض سواء في احترام البيئة أو احترامهم لمفهوم المواطنة، وهالإجراءات هذه عندها الآليات إنها تطبق القانون على العباد اللي مخالفة؟ رأيكم أنتم يهمنا في موضوع اليوم كلمونا على 31 36 37 50 وإلا باللي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك متاعنا راديو كابا فيم. يحضر معنا سي فاخر بركات مستشار محكمة الاستئناف بنابل. مرحبا سي فاخر. مرحبا مرة أخرى، مرحبا بكم. قبل ما نتعمقوا في القوانين ويتفاعلوا معنا الناس اللي قاعدة تسمع فينا، هات نتسألوا هل أنه التونسي فاهم ويعرف إيش معناتها مفهوم البيئة وضع البيئة؟ هل أنه يتطلب أن يكون فما قوانين؟ خاطر برشا عباد يقولوا سي فاخر اللي القوانين هذه علاش جات توا؟ هل فما قوانين قديمة وإلا لا تجرم العباد اللي يمسوا أو يخالفوا منظومة البيئية وإلا لا؟ تفضل. صحيح حسام، راهو شوف باش نبداو، راهو بالنسبة للبيئة السليمة راهو الناس ولينا نحكيو على جيل رابع من الحقوق، الحق في بيئة سليمة راهو معناها من حقوق الإنسان وليت، واللي فرض روحها بشكل كبير وتعلقت بها عديد الاتفاقيات الدولية، وكم من دولة ولا هو حق دستوري الحق في بيئة سليمة ولا حق دستوري. وتونس راهو هي في الأصل هي في المسار هذه، دونك صادقت على الكثير من الاتفاقيات هذا، دونك وعنا ترسانة من التشريع اللي هي تعنى بالبيئة، ولكن المشكلة أن هالقوانين المتعلقة بالبيئة متفرقة. نجم نعطي على سبيل الذكر مش الحصر، نحكيه مثلا في خصوص الحماية الجزائية للبيئة، ثم الجرائم الاعتداء على المتعلقة بالمحيط المائي مثلا. نلقاو عندنا مجلة المياه اللي هي من عام 75، نلقاو مثلا القانون المتعلق بالنفايات هذا عام 96، عنا مجلة القوانين المتعلقة بتلويث المياه البحرية، عنا القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط هذه من عام 88، واللي هذا معناها اعتبر معناها مسألة حماية البيئة من مشمولات النظام العام في تونس، فهمت؟ عنا حسيلو ترسانة، عنا مجلة الصياد، عنا مجلة الغابات، إذن عنا ترسانة كبيرة من التشريع. لكن هنا فما تساؤل زاد سي فاخر ديما، معناتها وكأنه في تونس عنا كالمصادقة على اللي تابع المنظمات الدولية وعن القوانين كما تحكي أنت، لكن القوانين هذوما ديما بعاد برشا على السلوك ولا ثقافة التونسي ولا عقلية التونسي ولا فهم مش معناتها بيئة. خاطر تسأل حتى العباد مش معناتها بيئة، يقول لك يا الزبلة تخرجها في الوقت، ياك الحاويات والبتاع الفضلات، يا طبقة لوزون، هذي اش نعرفوا احنا على البيئة مات. صحيح حسام، شوف هي مصلح البيئة احنا نعبروا عليه زادة بالمحيط، داير هي اسمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط، واحنا راهو في تونس عندنا وزارة بيئة معناها باش نعرفوا. دونك البيئة هو مفهوم شامل، راهو كيما كنت نعدد بكري ثم جرائم متعلقة بالمحيط المائي كسوا المياه العذبة ولا مياه البحر، ثم جرائم متعلقة بتلويث الهواء، فيها جرائم نفط الغازات، فيها الجرائم المتعلقة بما تفرزه وسائل النقل، راهو عندنا فيها قوانين تنظم، وعندنا التلويث الهواء الناجم عن النشاط الاقتصادي، وعندنا جرائم ثالثة اللي هي المتعلقة بالعمران والآثار تنظمها مجلة التهية العمرانية، ثم حماية البيئة العمرانية، ثم جرائم متعلقة برخص البناء، وثم مجلة كاملة هي مجلة حماية التراث الأثري والتراثي والفنون. دونك كل قاعد يتطبق هاو باش نوصل لك نكمل نعدد لك النقطتين هذو ونرجع. وثم جرائم متعلقة بالتربة والمقاطع
لكن الناس اللي تستغل المقاطع بطريقة غير مرخص فيها، ثم الناس اللي تسرق في الرمل من الويدان وتثبت في فيضانات وتثبت في كوارث ويمشي ويبيعوها. دونك هذوما الجرائم المتعلقة معناها بالعناصر المادية للبيئة، ثم جرائم متعلقة بالكائنات الحية، راهو حتى الأشجار والنبات قطع الأشجار الغابية يأثر على البيئة، هذه وهذه ظاهرة عالمية مشكلة كبيرة وأثرت حتى على التوازن البيئي في العالم. ثم مجلة الصيد البحري عن الاعتداءات على الحيوانات والنباتات، عن مواسم مثلا الصيد. إذن البيئة هو مفهوم شامل ويشمل عديد الميادين. إذن على مستوى القوانين عندنا، تقول لي أنت أسامة ريت اللي يسمع تو القوانين سي فاخر معناتها يمشي في باله تونس أنظف بلاد في العالم، كي نقراو القوانين هذوما الكل موجودة، هي القوانين التطبيق. موجودة والتطبيق موجود يا أسامة. احنا بطبيعة العمل متاعنا راهي تجينا محاضر عن الوكالة، وكالة حماية المحيط، وراهي محاضر رزينة، راهي الخطايا توصل فيها حتى 500 ألف دينار، وتوصل العقوبة بالسجن في الحكاية، بالسجن حتى 5 سنوات أكيد. وراهي جرائم البيئة ما تسمحش فيها، راهي عندك لابال والبيئة يخدموا في خدمة صحيح، ثم مشكلة يمكن قلة الأعوان ولكن المحضر إذا كان وصل للمحكمة ومتعرف المحكمة هنا تتقيد بطلبات الإدارة، خاطر هي عندها سلطة الضابطة العدلية وهي تقدم الطلبات. النيابة يكتفي دورها أنها باش تحيل على المجلس، والمجلس هنا يتقيد بطلبات الإدارة. والحق معنا عقوبات قاسية، مثلا عندنا ظاهرة هنا في الوطن القبلي مع ملك الطماطم، راهو في الموسم متاعهم معناها خدمة كبيرة، راهو القشور متاع الطماطم تتصب في الويدان كما في شيرة قربة معناها تجي خطايا كبيرة. أما شنو الحاجة اللي يمكن تسمح المواطن يمكن باش يتجنبك العقوبات الكبيرة والخطايا؟ أنه الباب يقعد محلول مع الإدارة باش يعمل صلح، وعادة الإدارة تعمل له صلح، فهمت؟ دونك موجودة وقاعدة تطبق، راهو الجرائم البيئية هذه موجودة في تونس وقاعدة تطبق. ثم شكون مثلا نتعاقب بخطية كبيرة ولا في الحبس على خاطر قص الشجر ولا حط رمل في الواد؟ موجودة هذه عقوبات خطيرة برشا، راهو توصل فيها بالسجن قلت لك، ونعاقبوا عليه خاصة عندنا الغابة اللي في دار شيشو معناها قاعدة تجيني، وأنا بيدي خدمتهم القضايا هذه. لا راهو الكسر الأشجار الغابية معناها جريمة فاتحة وتوصل فيها العقوبة بالسجن، راهو الشجرة تتحسب بأيامات سجن، راهو فهمت؟ دونك موجودة وثم حجم عمل كبير في المعامل متعلق بجرائم البيئية. معناتها كي هبطت في الجرائد الرسمي للقوانين هذوما اللي نحكيو عليهم بعد أخبار ماضي ساعتين ونص، معناتها كانوا موجودين من قبل وتو حتى أمر من عام 1800 واش راهو عندنا أوامر قديمة، راهو علاش قلت لك عندنا ترسانة من التشريع، راهو عندنا أمر هذا اللي قلت لك 1816 تقريبا فهمت، معناها الاعتداء على الأشجار وعلى الحيوان، معناها أوامر قديمة وقاعدة تطبق اليومين هذا فهمت. ولكن كي نشوفوا معناها الحالة نتاع تونس توا بصراحة معناها ترسينا من القوانين، ولكن اي القانون هو باش يرد. يمكن انت حكيت لنا على حاجات كبار، هذا قصان الجر ولا نفايات في المياه معناتها يصبوا الفضلات في البحر، ما كي ترى سلوكيات يوميه كي ترى الشارع كي ترى الشوارع توا في تونس وجهه البلاد تهبط من المطار ترى حاجه معناها تصور انت واحد مازال كي حد سيقه في تونس ما جاي لتونس، ظاهره موجوده والقانون موجود، دي بوبيل في الافنيو شرح ببرقيبه نتاعي التونسي تبارك الله نهار كامل يصفر ومنفتح على العالم الغربي وعلى الدول المتقدمه ويمشي ويشوف. ولكن كي يجي هما عمالنا بالخارج عايشين معناها سنين، كي يجي لهنا ويرجع لسلوكاته ويرجع للاصل يطيش الدلاع في الماء في البحر فرمل. يلزم المواطن معناها هو اللي يطور عقليته ويكون هو نظيف في مخه باش يكون نظيف في هندامه باش يكون نظيف في تعامله مع في الوسط الحضري. دونك الحاجه اللي نبداو بها القوانين هذوما ماهمش جديده، مش التفعيل نتاعها وصدورها في الرائد الرسمي وقاعده تطبق. هذا نتاع 40 و 60 الف ماهوش جديد؟ لا هذايا يسمى جديد، هذايا مو قلنا توا انت قلت لي فما ديجا عامل تالي. هو هذايا امر حكومي، ولكن الامر الحكومي هذا سابق القانون المتعلق بمخالفه حفظ الصحه بالمناطق الراجعه للجماعات المحليه، اللي هو القانون عدد 30 لسنه
2016 هو عم ناول اصدر القانون. دونك مرق في 5 افريل 2016 والامر الحكومي هذا اصدر هلا هنهارين في 7 افريل هكا 10 في 10 افريل. وهذايا القانون هذا هو نص على الامر هذايا ويلزم باش يجي امر حكومي اخر اللي هو باش يبين الوسائل والأجهزة اللي تم اللي مش يتم تحديدها بأمر الحكومي اللي مقاومة هالمخالفات هذه. معناتها مازلنا ننتظروا أمر حكومي آخر. معناتها معناتها اليوم باش نحكيو على القوانين هذوما والخطايا نتاع 2016 القانون عدد 30 لسنة 2016 ومش نحكيو على الأمر الحكومي هذا من خاطر هما في نفس يكملوا بعضهم وقتاش يخرجوا معناتها كيفاش باش وفما أمر حكومي آخر من بعد شكون اللي باش يبدا معناتها شكون المراقبة والأعوان شرطة شرطة بلدية هو طالما تم نشر القانون باش يعملوا شرطة بيئية قالوا إذا هو دخل توجدت إذا هو دخل حيز التنفيذ حسب رأيكم هل أنه القوانين والإجراءات هذه تنجم تقلص من السلوكيات الغير مسؤولة من طرف البعض في احترامهم للبيئة؟ كلمونا على 31 36 37 50 ولا باللي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم. راجعين بعد أخبار ماضي ساعتين ونص. مازلنا نحكيو على الأمر الحكومي اللي خرج بالرائد الرسمي نهار 10 أفريل 2017 ليضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجامعات المحلية. حسب رأيك أنه القوانين والإجراءات هذه تنجم تقلص من السلوكيات الغير مسؤولة من طرف البعض سواء في احترام البيئة أو في النظافة متاع البيئة؟ دونك كلمونا على 31 36 37 50 وإلا باللي كومنتير متاعكم على الباش فيسبوك متاعنا راديو كابافي. متفعلوا مع ضيفنا سي فاخر بركات مستشار محكمة الاستئناف بنابل. معنا أول تليفون معنا طارق من نابل. مرحبا سي طارق. بيك خويا ومرحبا بالسيد مستشار ومرحبا بالضيوف الكرام. مرحبا مرحبا يا سيدي. عايش بون. تفضل. الموضوع اللي حكيتوا فيه شي شيء سمح برشا. ايه اوكي ويعطيها الصحه الدوله كي على القليله دي تعمل في حاجه حتى حاجه صغيره اوكي. اما نحب نسال السيد المستشار بربي تولي مشي خفي تو مثال انا تاكسيست اكزومبل عندي كعب كوكا كرب عملت كعب طيشها مش باش يعرفني انا نعم من ناحية معناتها تطبيق القوانين هذه صحيح تطبيق باهي باهي. انت واحد عنده سامحني حشيك بوبيلا هز طيشة ما طيشيش في البوبيل طيشة في البطحة مش باش يعرفوا هو باهي. نجاوبك اي نجم يجاوبني من سيدي نحب نعرف باهي. بالنسبة للوضعية هذه كما حكيت بكري قلت ثم هو القانون هذا من افريل 2016 راهو هو حدد الأطراف اللي تعين هالمخالفات هذه. هو راهو مشكل هي مشكل مخالفة وجنحة نجم نعينوها هي ذيك الصعوبة في الإثبات ولكن القانون حدد شكونهم. قال لك أولا هما مأموري الضابط العدلية اللي هما موجودين في الفصل 10 من جهة الإجراءات الجزائية النيابة العمومية قاضي الناحية رؤساء المراكز رؤساء الحرس ثم أعوان متاع الجماعات المحلية المحلفين معنا هذوما يبدأوا في البلدية ثم الأعوان المحلفين والمؤهلين تابعين لوزارة البيئة دونك ثم في وضعية أخرى ثم الأطباء والبياترة دونك حدد الناس اللي باش تعاين هالمخالفات هذم دونك على مستوى المعاين هاني قلت لك مش قل لي مشكلة التطبيق توانا في الطريق وما راني حد اي تنجم تتعدى اما راهو تنجم زادة ما تتعداش دونك هنا مشكلة القانون ديما احنا يصدر قانون وما نحضرولوش الاليات باش نطبقوه ما نحضرولوش اللوجستيك اللازم باش نطبقوه وهذه الصعوبة اللي ديما نقعوا فيها. القانون تلقاه في جهة والواقع المعيشي في جهة ولكن ان شاء الله بالوقت مزيد تأطير هالعوان هذم انتداب عوان بعداد اكثر يمكن تتم المعاينة. طوى مثلا القانون هذا يقولك كي تحط الفضلات المنزلية متاعك في غير الوقت اللي باش يتعدى منه الكاميون تاع البلديه دونك هو باش يكون عون بلدي دونك باش يكون مؤهل عنده بطاقه مهنيه وعنده دونك باش يعاين المخالفه كما في البناء بدون رخصه كما دونك باش نلقاو بمرور الوقت الناس اللي باش تعاين المخالفات هذه. نحب نسالك لهنا يا طارق انت شنو سمعت عليه القوانين هذوما شنو النقاط اللي سمعت عليهم من عرش حتى في وسائل الاعلام ولا اللي قريتهم البارح تفرجت فيها في قناه خاصه كما قلت لك انا تبع برشا بوليتيك وعجبني الموضوع اوكي ان يلزم قوانين صارمه اش معنى قوانين صارمه يلزمك يعني ما نعرفش انا ما نجموش نوصل كي ليزوروب فهمت ما نجموش نعملوا حاجات من نوصل كيما نزيد ان يلزم العقليه تتبدل عقليه المواطن فهمت
عبارة واحد جاء في داره طيش ما نعرفش هنا قاذق ولا دبوس ولا حاجة، لازم كيما شارع كيما في داره فهمت. خاطر بالله سامحني الأعوان هذوما قديش منهم قديش منهم قديش باش يعس قديش مش يعسلك معناتها المواطن لازم هو يبدا من روحه بالطبيعة هو يلزم يبدا من روحه. تو كيما أنا راه من روحي عندي ما نعرفش أنا وسخف الكهرباء ما يجيش أنا نطيشه في الكياس عبارة الكياس هذاك داري صحيح ولا يلزمني أنا نبدل من روحي قبل ما تطبق القوانين. خاطر شوف إذا كان مش طبق قوانين كيما عملوا قوانين قبل الدخان صحيح تذكرها فاست الدخان ولا عام 98 ما تتكيفش ما تتكيفش وكذا وترشون ترشون لا بدو كل تتكيف عادي ولا واحد حتى فيهم متخطى يزمك تخطي الناس يزمك تخطي الناس يزمك تخطيه قوله فعل وزيدا وعرفت شنيا بدون رجوع من غير ما تسمحش ما فهميش هذي نسامح اوكي سمح له مدين في مصلحة البلاد ولا سمح له هذي انا اللي ما عارف اوكي اذا كان انا نطيش دبوسة ما نعرفش دبوسة جازوس ويشيل عون يسامحني كيمو مش نعاون انا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاش هي طبعا يزم العون ما يسامحش بالوقت زيد قطية بالوقت ما من بقى نهارين ثلاثة ايام زادة تهبط له ويخلصه وما يخلصه يشد الحبس هذي ايش نعرف انا في الاوروبا كيك يعني خرجت انا البرة دي فاكونس هكيك في الاوروبا التطبيق هو اللي لازم يكون موجود. طارق بابا الحمد لله نسألك لان انت خرجت البرة وتاكسيز دونك عندك هكا فكرة على الموضوع هذا سورتو انك تشوف تصرفات العباد ولا سلوكيات العباد اللي تصير حتى في الشارع فين المشكل بالضبط اذا اليوم حتى برش عباد يقول لك حتى البوبيلة بحذاه يبخل حتى باش يمشي لها باش يحط فيها البوبيل معناتها العباد معناتها يشدوا الساشي بتاع البوبيل تقول باسكيت معناتها قاعد باش يطيشها يجمرها في البانو معناتها موجوده ايه؟ ولا اللي في البلاسات من الابارتمون تلقاه يطيشها من البركون يطيشها. دونك لهنا وين المشكل بالضبط بخلاف بخلاف العقليه بخلاف الثقافه شنو هو الحلول اللي تراها انت الحلول انا نصور الحلول اللي عندي انا ابار العقليه وابار كل شيء لازم اعرف قرارات حاسمه الردع الردع صحيح انا نغلط في الكيس مو مش نخلص مش انه القانون مش يخطيني ولا شبيني انا في الكياس القانون يخطيني شبي واحد عمل مش القانون يخطيه علاش هذيك اللي طايش بوبيل ولا طايش دبوس علاش هذيك القانون ما يعاقبوش الناس كل كيف كيف يلزم الناس كل كيف كيف ومزير زاد مزير هذه لغه سامحني ولغه هذيك ما عادش تمشي طويزه لا تسامح في الموضوع هذا نعم قلت لك لا تسامح معناتها في الموضوع هذا يلزم انت تقدم بالبلاد ولا ما فهميش تسامح اذا كان انت تحب تنظف في البلاد ما فهميش تسامح هو يلزم يولي المواطن بيدو هو 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 تابع الرقابه راه ما نعرفش اذا في القانون ولا ما السيد المستشار تو مثلا كيما قال لك هو بدا باكزامبل طيش مثلا دبوزه ولا كانيت نتاع كوكا من 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 كرهبته اذا واحد وراه مثلا شافه خذا النيميرو نتاع الماتريكول نتاع الكهرباء ولا صوره ولا حاجه هل تنجم تكون اثبات ولا لا؟ صعيب شويه ولو انه الفصل 9 من القانون هذا نتاع 30 يقول يمشي يبلغ عليه يقول لك المخالفات تثبت بجميع الوسائل المخوله قانونا دونك راها صعيبه لخاطر القانون حدد الاشخاص اللي تعاين المخالفين ما لازم وراه طبيب مثلا ولا وراه مراقب كاين حاجه تلبسيه فتكون يشدك المامور ضابط العدليه كانك متلبس هكاك باش يمشي معك اما باش واحد يشكي بالاخر يشهد ضدك صعيبه شويه خاطر مو تعرف شو اللي برشا تنكيل وبرشا اي نجم مثلا صعيبة. مثلا صعيبة. مثلا تصير حتى في البوبيل مثلا ينجم واحد يحط البوبيل نتاعو قدام دار جاره ينجم يكلم ينجم ومن بعد يقول له ماوك البوبيله موجوده غادي يجيو هما هما في بالوش يكلم البلديه يكلم البلديه ولا الشرطه وقتها هما يجيو يعاينوا والنيات لهنا ما ينجم خلينا نختم مع طارق طارق الحقيقه كمان نتصل كلمك بالعسل فهمت نقول له انا اذا كان هكا كما تحكي انت يعني انا مش مبلغ على واحد انتم تقولوا لا ما نتقدموش راه ما نتقدموش انا شنو بونتو شنو يعني ما نعرفش شنو الهدف نتاعي انا كي مش مبلغ على واحد وصح الكيات وهما يعني ما يطبقوش القانون فهمت ما نجموش نتقدموا انا راه ما نجمش نتقدم وتقعد العقليه هي وحتى حتى ريت القانون مش يطبق يطبق شهر شهرين وبعد يتلغى حط في القجر كي العادة اوكي خاطر ما فماش عباد تخدم بقلب ورب في البلاد ما فماش عباد تخاف على البلاد بصراحة نقولوها
للدرجة هذه طارق. سمعني، نحن الشعب اللي خايفين على دولتنا راه وحبليتنا، اما اللي في الكريتي والله العظيم لا يخافها وما على بالوش بها الدولة. نحن زويولية، نحن اللي خايفين عليها الدولة. انا كي نحب ننظف في بلادي راه ننظف في بلادي، اذا كان انا ننظف وغيري مسخ عبارة ما منا حتى شيء، وعبارة رانا ما نعرفش ما نجمش نفسر لك. لازم الناس الكل تقف ايد واحدة، لازم القانون يتطبق قول وفعل، لازم تعمل انتدابات بزايد، فهمت؟ ما نعرفش انا نجي في شارع كبير نعمل فيه كاميرا، لازم نجي في بلاصه كما نعرف انا فيها برشا موفمون نعمل فيها كاميرا. على ذكر الكاميرا، على ذكر الكاميرا، هو القانون هذا أشار إلى أنه ثم إمكانية باش يصدر أمر حكومي لاحق باش يحدد الأجهزة والوسائل معناها اللي هي باش تعاين هالمخالفات هذه، ومن جملتها الكاميرا. دونك مسألة إمكانيات ولوجستيك، إن شاء الله مسألة وقت، ولكن نبدأ وإحنا نبدأ وكهو. أنا معاك سيد مستشار، ماني ضدك، معاك، أما يزلنا نطبقوا القانون راه. حتى الدول المتقدمة راه الدول المتقدمة صدقني أختو مليح، شيك وحش اللي والعباد اللي تسمع فيها، عباد تبصق بصقة، ديريك تختيها تجيها للدار. تو طي السيكارو، طي السيكارو، اختيها تجيها للدار. أي القانون هذا فيه المخالفات هذم. كيفاش باش نطبقوا؟ هاني قلت لك حدد الاطراف اللي تعين المخالفات هذه. الاطراف اللي تعين، سامحني، الاطراف اللي مش تعين، سامحني بالله، سامحني سيد مستشار، نحكيو بصراحه، عطينا نحكيو كارت شرطات، العباد اللي مش تعين تخدم لك بقلب ورب. يعني قلنا مشكلة عقلية، يلزم كما تقول نغيروا على البلاد ونخدموا ونخدموا. ما يريد حد يقول حاجة، البلاد هذه راهو ما يخدموهاش بقلب ورب سيد مستشار. يقول لي أنت مثقف أكثر مني وتعرف أكثر مني وتعاين أكثر مني. صحيح ولا غلط؟ وتولي رشاوي وبرع. صحيح يرحم والديك، انا ما حبيتش نقولها باش ما ندخلش يعني في مشاكل. هي الخطيه ب 40,000 ينجم يجي قدامه ويقول له بها ها 10,000 واعمل روحك مريت وهاني حطيتها في الكوبيل. مش نقعد انا، مش تعمل انت، مش هتعاون باش يراقبني انا، الدوله تحط تعاون اخر باش يراقب الاخر. كنترول على 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 الكنترول، على الكنترولر. يا عادل ايش عاملوا فيه القانون؟ هي البلاد مسخة مسخة، خليها مسخة خير، خير ما خسر الفلوس. هي ما احنا نحبوها تكون نظيفة يا طارق. نحبوها تكون نظيفة. بلادي انا شوف، انا راني اصلا نخدم في تاكسي، خدمت برشا في توريزم. اوكي، نحب كي يجي ويجي يعمل كيف على بلادي، نوصل ميساج صحيح، نوصل ميساج باهي على اوكي، ما نحبش انا عباد توصل ميساج خايف في تونس مسخة، في تونس بها. تونس عليه، تونس كذا. احنا رينا تصور فما اجانب هما اللي قاعدين، توريست قاعد ينظف ديجا. في صحيح البرنامج ينظف له في البلاد، ودي بلادي مسخ فيها، يعني كيفاش باش تطبقوا القانون هذا؟ لازم قانون صارم، لازم ريتا اللي حصل حصل صحيح، انا غلطت في الكياس مو مش خلص ولا ما يرحمونيش ولا كيما مش نطيش دبوسه زاد ما يلزموش يرحمني. وكي راه هو بيدو نعاون يطيش دبوسه ولا يطيش سيجار زاد ما نرحموش. انت تخرج لي بوبيل في الوقت طارق، انت تعرف تعرف لي معناتها الوقت التوقيت نتاع الكم احنا في الحي نتاعنا، في الحي نتاعنا كمين شي حكايه 8:30 9 ما يفوتش. اوكي ما نكذبش عليك، ساعات كي امي ما تلقاش في الدار نخرج بوبيل ايش فيه شنو مش اوكي، وساعات زاد تلقى بوبيل برشا لازم طيشها في الزبله. اما فما جيران صدقني اقسم بدين الله يطيشها في البطحه ويطيش الكيس وما على بالوش. واضح يا طارق، ان شاء الله بالقانون ونموت وعلى حليله والدنيا واكله بعضها، ومن الاخر وان شاء الله بهذوما الجماعه يعني كما قلنا احنا جماعه السياسه جماعه الكريتي يفيقوا شويه لتونس. واضح يا طارق، رانا تعبنا، رانا تعبنا في كل شيء، صدقني رانا تعبنا في كل شيء، رانا تعبنا في كل شيء. راهو الفويلي ما عادش لاقي يروحوا، ما عادش لاقي يروحوا، وان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله يا ربي يجيبهم في صويبه هكا عشان نجم نقول ابارسا، فهمت؟ وان شاء الله كما قلت لك نمشي نمشي والقانون يطبق على الناس الكل ان شاء الله. يا طارق شكرا ليك، ميساجك وصل، شكرا ليك. تنجموا انتم زادة تتفاعلوا معنا 31 36 37 50. اليوم نحكي على الامر الحكومي اللي خرج بالرائد الرسمي اللي يضبط الخطايا والمخالفات المتعلقه بترتيب حفظ الصحه والنظافه العامه بالمناطق الراجعه للجامعات المحليه. حسب رايكم انه القوانين والاجراءات هذه تنجم تقلص من السلوكيات الغير مسؤوله لبعض المواطنين؟ حاب نرجع لك لهنا سي فاخر على قوانين 2016 في موضوع المحافظة عن النظافة، كنا حكينا القوانين هذه كانت موجودة قبل بعام واليوم خرجت في الرائد الرسمي. كما قلنا قانون هذا عدد 30 هو بيدو تعرض في الفصل 10 ثالثا
إلى مجموعة من المخالفات والجناح. ولكن ما يمكن ملاحظته أنه الأمر هذا الأمر الحكومي عدد 433 المعمل ضجة كبيرة البارح في الفيسبوك. دونك راهو الخطية ثم 40 وثم 60 هو راهو في القانون ثم عقوبات أخرى إضافة للعقوبات الجزائية. ثم عقوبات يمكن يسلطها رئيس الجماعة المحلية والعقوبة هذه تتراوح في خطية بين 300 و 1000 دينار معناها يوظفها على المخالف هذا. إضافة ثم عقوبات تكميلية اللي نجم يحجز له مثلا البضاعة المعروضة بطريقة غير قانونية وينجم مثلا يغلق له المحل إذا كان متوفرش فيه الظروف الصحية اللازمة. معناتها مثلا واحد يبدأ عمل بريزنتوار متاع حوت ولا حاجة على الشارع والكراهب ماشية جاية ثم مخالفة عرض مواد غذائية بطريقة غير صحية. دونك وإذا كان يخلصهاش في ظرف 15 يوم مش يصير يا أسامة يولي يستخلصوه معناها بطريقة جبرية كما يستخلص المحاسب العمومي وفق إجراءات مجلس المحاسبة العمومية. فهمت كيفاش؟ دونك يصدر فيه بطاقة إلزام نجم تولي بطاقة إلزام وتلقاها توصل بطاقة إلزام نجم توصل بطاقة إلزام وتلقاها في القبض. تجي تعمل أي عملية في القبض باش تسجل حاجة باش هي مطلع أنك عندك بطاقة يزمك تخلص هذيك أقبل. دونك تولي طريقة الاستخلاص وفق إجراءات مجلة المحاسبة العمومية وهنا يمكن شوية نجاعة. ريت معناها العقوبة نجم راهي كما قلت لك إضافة للعقوبة الجزائية اللي نحكيوا عليها نجم تكون عقوبة إدارية واللي هي خطية أرفع برشا بين 300 و 1000 دينار. دونك ثم تساؤل ديما عند العباد زاد سي فاخر اللي وكانوا نحطوا القوانين قبل ما من هيئوا الارضيه نتاعها. معناتها ساعات تشوف البرة معناتها عندهم البنيه التحتيه وجوده الخدمات وتلقى التروتوار وتلقى كل واحد عنده ثنيه نتاعو، البسكليت عنده ثنيتها، الكهرباء عنده ثنيتها، العباد عندهم ثنيتهم، لكن لهنا في تونس كانه نسبقوا الاحداث. نحكيوا على القوانين، علاش ديما المواطن ديما يتسائل ديما ما عندوش الامل باش حاجه تتصلح؟ صحيح صحيح، هذه مشكله كبيره ومعزله نسميها. علاش؟ خاطر القوانين نتاعنا تنجم تكون معناها صار موتر سنة كبيرة من القوانين ومتطورة، ولكن كي تجي تطبقها على أرض الواقع تتصدم بعدم وجود الآليات اللازمة لتطبيقها. مثلا الأعوان اللي مش تعين المخالفات هذه، مثلا نحكي على حاجة وأنا ما عنديش باش نوفرها. طيب نحكيه على التبول اللي هو معناها مخالفة في الأماكن العمومية اللي هي معناها تتعرض المخالف إلى خطيئة الأماكن البلدية، ولكن زادة البلدية يلزم تكون شوية المراحل العمومية تكون متوفرة. زادة ثم الناس عندها مرض مزمنة ثم تجي حالات خاصة يلزمك توفر. دونك ما تجيش انت تعاقب وما توفرلوش الطريقه باش يتجنب المخالفه هذيك. واللي عنده مرض مثلا كيما السكر مثلا كيفاش باش يعمل؟ يجيب سيرتيفيكا باش يقولوا نحيل الخطيه ولا شو كيفاش يعمل يعني؟ والله ما زالت هي تو القانون جديد ولكن يمكن قابله للاجتهاد، تنجم حال ضروره تولي حال ضروره. حاله الضروره. دونك مازلنا نحكيو على الامر الحكومي اللي خرج بالرائد الخطايا والمخالفات المتعلقة بترتيب حفظ الصحة والنظافة العام بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. شو رأيكم في القوانين هذه؟ الإجراءات هذه تنجم تقلص من السلوك الغير مسؤول من طرف البعض؟ كلمونا على 31 36 37 50، وصلوا تجاربكم زادة على الباج فيسبوك متانا راديو كابا فهم. ما تبعدوش. تحية لكل اللي قاعدين زادة يتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك متانا راديو كابا فهم. دونك نجموا زادة تتفاعلوا معنا تعطيونا أراءكم في موضوعنا لليوم. ونكملوا مع تليفونات وناخذوا نجم الدين من نابل. اهلا بك نجم الدين. اهلا اخويا اسامه، شحوالك؟ مرحبا مرحبا يا سيدي. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. ديجا شاركت معك في راس العام وقلت لك راني من هواش الصيد البحري بالخاصه. مرحبا مرحبا يا سيدي، مرحبا مرحبا بك. فكرتك يا اخويا. فكرت نحب نسال المستشار، هل الصياده اللي بالفلايك يصطادوا على بعد 50 متر من الشط، هذا قانوني ولا ماهوش قانوني؟ ماهوش قانوني كحفاظ على الثروة السمكية. اي ماهوش قانوني هذايا، وتنظموا حتى مجال الصيد البحري. دونك وصارت نقاشات في الموضوع هذايا، متعرف الترخيص لازم، يلزم الانسان عنده الرخصة، وزيد حتى كمية الصيد محدودة نعرفوها تقريبا 4 ولا 5 كيلو. دونك هذا الكل معناها ممنوع اذا كان خارج الاطر القانونية.
صدقني ما طلبنا الحارس البحري قداش من مره ولا يجونا ولا يسالوا علينا ولين وليها احنا نهرب ونتخانى هاربين مش بس. كلمنا الصياده قلنا لهم يعني مش حرام رمي لهنا ما عبروناش اصلا. هي مشكلة ضمير الواحد يمشي يشكي للسلطات. ما نعرفش كان اتصلنا المشكلة انه احنا اتصلنا والسلطات ما تجاوبتش معانا. يعني اتصلنا لميناء البحر نتاع ابن خيار قلنا لهم رانا في الموقع الفلاني هاو قدامنا هاو على بعد 50 متر وعلى بعد 100 متر فهمتني ايش اشوفوا بعينكم وكذا لا حياتي اللي ما انتوناش به. هذا موضوع للمتابعه يا نجم الدين. كان هكا النجم زاد نحن نتعرضوا له جريمه بيئيه ديجا النجم زاد نتعرضوا له الموضوع هذا. لكن احنا اليوم زاد نحكيوا على موضوع النظافه. ما نعرفش كان عندك راي فيها ولا نجم الدين. اليوم فما قوانين صار معايا موقف ما ركيتش ما نحكي مع واحدة من توريس في البحر متاع المحرسي في نابل. انا نستاذ غادي والوسخ غادي كما نحكي لك شيء عزامة قلت لي مش حرام احنا نجوم من بلاد لبلاد البحر باش لبحركم انتوما باش نستمتع ونصوب الوسخ هذايا. حشمت وجهي حمار صدقني لين وجهي حمار. قلت لها الله غالب يعني الظروف وما يبدو ما خرجنا من الثورة واحد ومازلنا ما كذا واحد ما يلقاش حتى التبريرات باش يقولهم ما لقيتش حتى مبرر باش نرد عليها يعني باش نرد عليها يعني نعطيها اجابه هكا مقنعه شويه. شفت على روحي خاطر الشواطئ نتاعنا ديما احنا هذيك هي مشكلتنا. يجيب الفاميليا يجيب مع عبد الله والبطيخ والعباس وارمي ارمي 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 ويروح على روحه. شكون ينظف وراه هو في مخه ماهوش حتى اصلا شكون يعني باش ينظف وراه. هو انا يرمي وبرا تو البحر ينضاف وحده. سبحان الله بعصا سحريه تو ينضاف البحر. كان يجي كل واحد مثلا يعمل حتى دي ساشي بوبيلا معاه يحط ساشي من بعد فهمت يخرجها لبرا ولا حاجه ممكن. لكن احنا فهمتني اللي ما يخممش اللي من بعد شو بيصير. اعطيه المهم هو فهمتني ولا انا جاي استمتع واروح. وعلاش وعلاش معليش في معناتها ساعات تلقى انا نحب نأيد كلامك نجم الدين. ساعات تلقى معناتها العباد في ديارها نظاف كي يمشي للبحر يمسخوا معناتها ويخلي لي بوبيل. معليش ثقافة انك تروح بالساشي نتاعك وتروح بالفضلات نتاعك. الفرق بيننا وبين البرة فهمتني في العباد اللي تعيش البرة الناس هذيك هي تخسر البلاد نتاعها كلها دارها يعني لازم ديما تخلي بلاصتها نظيفه في اي بلاصه. احنا حدنا حد الاربع حيوت اللي نرقدوا فيهم هذيك نظافتنا فميك هكا الانسان نظيف بما انه نظف يعني الدار نتاعه هو فقط يعني. لكن المونتاليتي البرة انه يخسر البلاد اللي هو يعيش فيها كل هذيك داره. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق. احنا ما ننظروش اللي مثلا الشارع هذاك هي تبعنا ولا الكياس هذاك تبعنا. لا احنا تبعنا دارنا حط بعض نورمال عادي جدا عنده هو. لو كان كل واحد يغير طريقه التفكير نتاعه انه ينظر للشارع هذاك تبع داره ولا للشط هذاك تبعه هو يعني بصفه خاصه كذا ممكن نتصلحوا. اما العباد كلها تحط في مخ نجم احنا بالقوانين وبالخطايا وبالاجراءات هذه نجم نقصوا من بعض السلوكيات الغير مسؤوله من بعض العباد. انا معاك لكن شكون اللي قاعد يطبق التطبيق؟ اي القوانين حبر على ورق اين التطبيق؟ ان شاء الله في الانتخابات ان شاء الله في الانتخابات البلديه الجديده المجالس المحليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تولي تخدم ان شاء الله ما يعطيوناش الوعود كما اللي قبلوا يتحملوا مسؤوليتهم. دونك ان شاء الله ان شاء الله خاطر باش تولي منافسه بين البلديات ان شاء الله يوليوا يوفروا الاعوان الكافيين باش اللي تنجم تعاين هالمخالفات هذه. شويه اعوان مع شويه نظام صدقني كل شيء كل شيء في العقليه كل شيء بعقليه التونسي. وصدقني اللي مسخ في الشط صدقني حتى في داره مسخ هذه تاكد منها خاطر هي ثقافه هي ثقافه ينظر هو في هو ينظر للنظافه في مخه ينظر للنظافه كان لداره. عيب يعني الكياس ماهوش تابع لداره. عيب. البحر ما هوش تبع داره. صحيح داره هو فقط. ومساجك وصل لي يا نجم الدين. شكرا لك على التفاعل نتاعك. يعيشك بارك الله فيك يا نجم الدين. معنا سلسبيل من قرومبيليا. مرحبا. اهلا وسهلا وهدي لاباس. الحمد لله. مرحبا يا سلسبيل.
عايش بك سي فاخر لباسه. مرحبا مرحبا بك. عايشك عايشك. الوغ انا مع القرار اللي عملته الدوله تويكا وبالاقصيه مع 60 دينار خاطر فماش في متون يتربى كمان شويه ويحافظ على بيئته خاطر يحس بقيمه الفلوس وقتها يعرف يحافظ على بيئته. انا ما نحبش نعمل كومباريزون بينا وبين لوروب كيفاش خاطر الفرق شاسع حراراتهم مكيه. مش نحن تو في 2017 قام يحطوا في قانون باش نحافظوا على البيئه والبزواء متاع العبيد ما يحطوا ما عندهم يعملوهم مش من بسيجي وكل شيء حتى اللي كوبيل احنا يا أسامة انا تو نسكن في بلانكا معناتها بون هي مش بلدية فهمت اما بينتو معناتها باش يحطوا معناتها باش تولي بلدية فهمت حطونا دي معناتها دي كوبيل فهمت قاموا الجيران حطوها على الكيس معناتها باش اللي تزنيق الكوليكا يطلعوا على الكيس ويحطهم باش معناتها التمنون باش يجي يطلع على الكيس ما يقعدش داخل الزناقي. شو يعملوا؟ شو عملوا العباد؟ هزوهم كاريمون حطوهم بحدا باب دارهم قال لك اش معناها ما يدخلوش للزناقي معناتها هما خمموا فينا معناتها باش الزناقي وكل شيء يقعدوا نظاف كل عنده كوبيل ولا حاجه تيجي معناتها التمنون ما يقعدش يدخل في الزناقي زيقين وكل شيء. وزيدة حاجة أخرى ما حط أهمتها زيدة نحاو زيدة لي على الكيس وحطوهم بحر دار فلين وفلين معناها فهمت؟ لا ديجا هذه موجوده في القوانين مش نحكيهم عليهم شويه اخر باش نحكيوا عليها. دونك اللي يبدل بلاصه البوبيل ساعات تلقاو كما قلت انت على الكياس يمشي يحطها قدام داره قال شنيا باش تقرب له البوبيل وباش الكاميون نتاع البلديه هكا يدخل يشوف البوبيل معبي يدخل للزنقه ولا يدخل النهج هذاك موجوده زاد هذه القانون موجود. اي نقول لك تعرف وحديد معناتها رجين ايماجين انت مرا تهزها معناها هي وزارتها صدقني معناتها مش نورمال بزارها الاخر معناتها باش يوريك مزيك معناتها العقليه المتحضره رانا مزلنا هكا اللي على الاخر. وحاجه اخرى تو هي معناتها الدوله كي عملت القرار هذا زعما خممت كما قال وهبي قبيله في قال زعما عمل باش معناتها نجموا فكره يعملوا معناتها دي تواليت تبليس زعما ما نقموا في البيئة الراجل نقولوا ما يحيرش خاطر هما ما هلكوا معناتها حشر جلد اللي معناتها فما فيه أو كل شيء أما سبحان الله تلقاها مريض تلقاها صحيح عليه شكيكة فهمت. والمرأة شنو تعمل؟ المرأة زاد لازمنا وقتها تو هو قال بيئة الراجل ما يحيرش والمرأة تلقاها مسكينة مكسورة أون ولا حاجة تلقاها مسكينة معناتها تلقاها في حالة تلقاها تمشي لغسل دبر راسها أما الراجل اللي ما يحاولش حتى باش يمشي للبيت نتاع غسلو ولا حاجه باش يعمل البيزوا نتاعو علاش معناتها منه للبيئه نحن ابار هذا الاستاذ ما عادش يكون هو الناس ما ولات مو معناتها اوروبا كل شيء تخمم في ولاده تخمم في شعبه في الهواء غزيش وكل شيء نحن ثاني نحو في الفاشيين ويحطوا معناتها في قرار انا معاه صفقه تلمع معناتها حتى الريحه تلقاش متقعد يصبح تلقاها صفقه ينضرب انت حكيت على الرجال والنساء وزاد فما حاجه اخرى زاد حتى يتفكروها البرة ويتذكروها هي كل العباد المعاقين ولا اي التواليت بوبليك فما ديكابي معناتها في الشارع كيفاش باش يعمل معناتها هذه زاد سؤال اخر وكيفاش باش يتم تطبيق القوانين هذه. شكرا لك سلسبيل على التليفون نتاعك. معنا قيس. مرحبا مرحبا اخويا الغالي. اهلا وسهلا فينا قيس. من نابل. من نابل. مرحبا سيدي. عايشك. كنت تسمع في الأخيين اللي أكثر الآراء يحكيوا على تطبيق القوانين والردع بالنسبة لل مفهمش أول حاجة ساعة أنا أقول الدولة خليت هي دولة تردح مواطن كيفاش؟ فما مص الدولة تردع روحها ساعة واحد تجي تردع المواطن لأنه هي جات عم تفقد كما يقولوا في ما قلت الآية يعني وين المصلين وقفت غاديك وين المصلين وقفت غاديك ايش معناها يعني انا انت يا دوله حضرتي بنيه تحتيه للمتاع قرارات هذوما ايش معناها بنيه تحتيه وفرتي اماكن عموميه مراحل عموميه للمواطنين وفرت البوبيلات اللي يتعلقوا ولا البوتون تاع البوبيل اللي يتعلقوا على التريتوار
لكن فما بلايص قايس فما بلايص راه فيهم فيهم دي بوبيل ولكن المواطن يقلعهم لي بوبيل يهزهم. هاني 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 مش هاني حاجه اكزومبل انا في في دومين تخدمتي انا انا كايكول داكوردو انا لي سونتر دي دو ليكزامان تاعنا نحن نحن مسؤولين تاع الصباح حتى شي نص نهار نص نهار ونص فما اللي يكون دا وقف الشمس شي هو كون دا راجل والا امراه ما عندناش حتى بوبيل حتى حتى بوبيلة ما عندنا حتى تواليت عموميه فبتني لما الكونديدا واللي كونديدات ايش باش تعمل يا حتى ليكم انتم زيد اي ما فهم علاش بالحق ما عندناش سبحان الله فهمتني ما فهمتش انا كي نمشي في الطريق هي فبت شافت شافت مشخ نتاع العباد ما شافتش الحره نتاعها في الطريق كيفاش الحفره قد قد واد فهمتني اسكو انا نهار اخر باش نمشي نمشي نطلع كرافتي اذا كان الكيس مكسر كما يقولوا هما وانا نمشي شو نعمل أنا واحد من الناس مع القرار أوكي أما أنا مع القرار إذا أنت وفرت يا دولة الشروط المناسبة ولا البيع المناسبة أنه أنا أخويا قدامي بوبيل وطيشت حقبني أما أنا ما قدش ما فماش بوبيل أنا نخرج في الليل نخرج في الليل من القهوة فهمتني نفري فتري غا تحتر فهمتني ما فهم حتى طولت عمومية تبجي أن أنا نخلع دار أنا باش نقول ندخل طولات واضح معناتها الدوله لازم توفر الارضيه من بعد تعطي القوانين نتاعها باهي سلوك العباد باهي الدوله بالنسبه للدوله سلوك العباد كيفاش تراه انت شوف سلوك العباد فما فما عباد واعيه فما عباد متحضره فما عباد سبحان الله تربيت تربيت عقليتها هكاك فبدني لانه من الاول من الصغر نتاع الانسان الصغير شو اسمها بشر عبد راهو الكبير يكون صغير صغير إذا لقى شيء قدامه هكذا يتعمل مش يبت بيعني مش يكبر في شيء الحاجة هذيك أنا لو أنا في هو في في صغري لقيت فما فما أماكن عمومية كمراحل عمومية أو البوبيلات وكذا والمدرسة والعائلة تخلي تربيك تقول بلا ما تعملش حاجة وإذا تربيت ما تشوفش العبيد ما يمسخوا في البحر وإذا تربيت اللي هما ما يغسلوش هكا الجلد والصوف في 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 البحر أكيد 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 وإذا تشد الصف معناتها معناتها تكبر معناتها تشوف العبيد تشد الصف في الإدارة وتشد الصف في وتحترم الغير دونك هذه كلها دونك تربية وماذا بينا زاد اللي يسمع فينا أسامة هو نهار العيد الكبير نهار العيد الكبير بلاد كاملة تولي ريحتها بالجلود وبالفضلات بتاع العلوش اللي هو ذي عيد إسلامي ونحن دولة إسلامية والنظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان ويبدأ الدود والذبان وفما حاجة أخرى زادك اللي شفته في الروز زادك واللي شفته في الروز في الشارع زادت تولي الدنيا كحلة معناتها الكياسات دونك العقلية ذي والردع هو السبيل انه نرجعوا نظافه البلاد انا اقول لك اول حاجه الساعه العقليه الدوله بعد عقليه المواطن لو الدوله هي توفر الحاجه تضم للمواطن لو المواطن بيته وحده وحده فبدني عقليته تنظاف وعقليته ترجع فبدني عقليه عقليه للجراب الموجودين الاجانب الموجودين عندنا في تونس فبدني وتضاف عقليته ويرجع كذا اما هو يخرج في الشارع ما يلقى حتى شيء شو باش يعمل انت لازم توفر له تتكيف انت قايسه نتكيف وطيش سيجارو هكا ساعات وانت في الكهرباء فما صندري في الكهرباء وبيك تبدا في الشارع فما صندري تحوس بها معاك اي لا هو واحد مني شوف انا نطيش نطيش سيجارو في الشارع فوالا شوف 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 نكذب معناتها توا كي صدر القانون هذايا باش تولي مثلا انت ما عادش تطيش توا القانون طيش سيجارو في الشارع بونتا نتاع دخان في الشارع تاخذ حتى 40,000 اسكو انت باش تطبق 40,000 هذا يزيد في قمة الابتزاز نتاع المواطن ايه لكن توا قانون اصدر هو ذي انت كيفاش باش تتفاعل معاه كيفاش نتفاعل معاه باش هو اللي نطبق هو مجبور علي اني باش نطبق فهمتني خويا هو توفر كيف كان في الكهرباء يا قيس بالعكس يتغم في الكهرباء كيف الكهرباء وحل شبابك وكا عندك صندري عندي صندري في الكهرباء قاعد في الكهرباء واضح واضح شكرا لك ولا بطل دخان مش خير هذيك احسن حل تعمل الدوله تفلس اخر راح تريد مزيد الدوله جايه من الدخان ومن مشروب الكحوليه شكرا لك شكرا لك قيس على التليفون نتاعك على ذكر الدخان سي فاخر ووابي فما يمكن عمليه صارت في الانجلتير كيفاش منعوا البقايا نتاع الدخان معناتها في الشارع لكن في الانجلتير عملوا الحل انهم عملوا دي بانو في اون بلاستيك ديجا تحط فيها البونته نتاع الدخان كي تتعبى تجي البلديه تهز الدخان هذاك دونك موجوده في لونها جل كل في لندن
ديجا لقاو الحل بالنسبه مش بوبيل لا, 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 لا ماهيش بوبيل بانو نتاع تحط فيه خاص كان بالدخان بالبلاستيك هكا تشوف ديجا الكونتيتي اللي موجوده تعرف عليه بالنسبه عملوه في الشارع على خاطر هما في الانجلتير هذوما البونتيت هذوك مريتهم الخفاف هذاك الواحد الكل إل سورا روسيكلي يمشي روسيكلي شفتها انا في اي شفتها في دوكيومنتير معناتها باش ما يقعدوش يعملوا كتري من بعد البونتيت هذوكم كل يعاودوا لهم يعملوا لهم روسيكلاج يعاودوهم يخدموا بهم حاجه اخرى وديجا يتلم كان في بلاصه واحده معناتها احنا ساعات نقولوا كيفاش تدور في الشارع مش تدور بسوندريم حكينا مع قيس ما. لكن هاو في الانجلتير لقاو الحل نتاعها في اليابان ثم شكون يدور انا ريتو في اوروبا بعد ما كمل سيجار وطلع حاجه من جيبه وتبين اللي هو كالصندوق الصغير طفى فيه سيجار وخباه ورجعوا لجيبه نحن يبدا عنده صندوق ماشي. فيه حاجه اخرى اموره مثلا ما توا لهنا وسامه عملوا البانوات للدخان وللتواليت شنو يعملوا في التواليت موجوده عاد البرا عاد التواليت بيبليك عاد هذيك حاجه ما فيهاش كلام بالنسبه لهم يعملوا بانوات هكا نشوف في زمنا نبقاو متفائلين شوف في دقيقه التفاؤل هذا قبل ما نوصل لاخبار مكتبنا القانون راهو باهي وراهو مسالش هو ينظم ماناش مطالبين باش من غدوه نبداو نطبقوا راه الدول الاوروبيه من نحيوك العقده راهو مش في نهار وثنين هي مواقع بشويه بشويه ثم حاجات ناقصه ثم حاجات والله رغم اللي في عقليتنا الشعب الاسلامي انظف من انظف منهم نتوضاو خمس مرات في النهار ما بين المخ وما بين السلوك وما بين العقليه تباعد مسافاتنا في المدارس نوصلوا لهم حتى الحاجات هذه في البرامج المدرسيه كل واحد يبدا بعائلته بولاده تي يا سيد الرئيس بربي قديش منها العقليه في كل موضوع نحكيو فيه يلزم العقليه الالف ميل يبدا بخطوه الالف ميل يبدا بخطوه مثلا نحكيه على الامر والقوانين من ناحيه النظافه شنو رايكم فيها كلمونا على 31 36 37 50 راجعين بعد اخبار مثلاً مرحبا بكم من جديد اليوم نحكيه على الامر الحكومي اللي خرج بالرائد الرسمي اللي يضبط الخطايا والمخالفات المتعلقه بترتيب حفظ الصحه والنظافه العامه بالمناطق الراجعه للجماعات المحليه دونك كلمونا على 31 36 37 50 اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم نكملوا مع التليفون ومعنا رواسي من تونس مرحبا اهلا وسهلا عطامك العزيز تحيه لك مرحبا سي رواسي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك شنو معناتها رواسي اخويا برديولية مش نمال برديولية كل مرة جيبوا الحكاية مش عادية ربي فرق عجبك الموضوع اي والله تأثير تو ديجا وموضوع عامل زيادة زاد تحهم برشة زيادة به مرحبا نحبوا على رايك يا سي رواسي ما سألتك شو معناتها رواسي رواسي جمع جورج الراسي ما انت برشا اللي غني جورج الراسي برشا منهم يوليو رواسي اخويا صح ونشرفوا بك ومرت عليك ويرحم الوالد بارك الله فيك بارك الله فيك وتحيه ليك وتحيه للاخ بحذاك وتحيه لاخت اللي هبطت على التليفون ومرت عليها يعيشك بارك الله فيك يا سيدي هاي مرحبا بك قول لنا رايك في موضوع اليوم انا عندي راي واحد زعما يوم من الايام يعيش نهار واحد يدخل لافينيه يلقاه كي مطلع بيهم ضيفهم برخشة ونوار كي وتحفونه يدخل وين؟ لافينيو لافيني اي في تونس اللي نعم اللي هي فيها حركه معناتها شيء معناتها شيء كبير اكل اي صحيح واحد يوم من الايام يدخل لافينيه ما يلقاش كان يلقاها نظيفه هكا ما يلقاش فيها كواغت ما يلقاش فيها زبله حشيك سمحنا بالكلمه يبدا يعمل بنكيه هذا يرجع للمواطنين وللعقليه وللتكاتف نتاع الناس الكل وقت اللي واحد يلقى حاجه لوطه يهزها ويحطها في البوبيل وزيك توجه الحكايه ذي انا مثلا كيف مش نعمل سيجار مثلا عنده بقع معينه مش يطيش فيها معقول مش وين مش نجيب سيجار تك 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 فانت زي انت كيما جاي شو شي يهز شو شي يمرفو جي البلديه ترفع صبيانه خلاص ما عندوش حتى حل مش الناس يلزم الانسان يمشي كيف سيجاره في بقعه معينه نظيفه هكا سيجاره ما يطيشوش يصعبد على روحه ويصعبد على البلاد ويصعبد على مثلا نتاع الهوائيه يشد الهواء معناتها نظيف ماهوش شكل الهواء الخير هكا ولا معقول او ديجا معناتها ثم مقارنه اخرى تو هي الدوله عامل معناتها خطيه في الاستهلاك ما فيش استهلاك هي لاي الحل السؤال هو وقت تشد معناتها بالسيجار الموجود فيه شنو النوعيه تاعو الداكو تاعو قداش بالفيه بالكاغيلات ب 4500 تعملوا خطيه حسب الداكو الدخان كيفاش هذا؟ باهي من غير ما نسميه الانواع نتاع الدخان باهي ثم بتاع 6000 وبتاع 7000 وبتاع 2000 وبتاع 3000 شنو معناتها؟ يشري نتاع دينار يتخطى ب 10000 ولا ب 2000 علاش ما نسميش دخان لكن ماهوش خالق ما ندخلش فيها انا حطيت وعينه صغيره قلت استنى هو شو تعمل داكو دخان فهمت ب 2000 يعملوا خطيه ب 2000
يا كيف بدك تاكل دخان في الفرنك يعملوا له باكو ب 6000 يا مبرو انت وقت يا اختي لك مره او مرتين فيه يبطل دخان ويولي هو 6000 يبدا يتكيف في سيجار هكا كويبه مثلا ب 100000 يعملوا له 100000 صح هاي حلوة كيف فيه وتزير ينوع والاخر نوع اي حسب الدخل يتكيف فيه هك هو اي كي يبدا هو حتى دخان نتاع دينار في باكو بتاع 7000 هاي شو عملنا يبدا يمشي قبل صاحبته يبدا يتكيف في كريستال حتى في مالبورغ هاي شو عملنا هاي انا بتبيع يمكن عاد عاد يمكن عاد هو نعمل بونكيف بشي بالسيجار وانت النوعيه تاعه والله نحترم رايك يا رويسي والله نحترم رايك راي صحيح راي رويسي هكا تولي معناتها الدوله تربح حاجه حاجتين تربح النظافه في البلاد تاعها انسان مالي يمشي فوق السكة بلغه ديزا لغتنا نحط ويربح هو صحته الساعه حتى علاش وقت يعني تضرب مخالفه اول مره او مرتين فين ولا بطلوا خلاص كذا فهمتك اي اما الاخطاء راهم 60 و 40 الف معناتها على كل شيء برشا 60 الف انت خي والله اسمع انت خي هكا حاس مخي انا ما جيت حتى تعرف شنو معناتها هذه للدرجه تبعك اما يمشي له حسب المواد اللي تعبك الدخان اللي عنده والله تعليم ما تدخل ميزانيه مصالح للدوله. هاو كي باش تعمل 60 اما خير ميزانيه كي تبدا اختي 40000 ولا اختي 7000؟ لا انا عندي هنا 7000 خير تعرف علاش؟ خدت وقت باش يضرب سبعه يضربها مثلا في المرتين ب 14000 ولا ب 21 يتذكر هو معناتها السيجاره باش يطلع له مثلا نقول واحد ب 2000 فرنك يقول لي يترخى يرجع تالي. اما 60000 ما انت خير 60000 كيفاش تديها انت واحد واحد اقسمها تروح. مش هتعرف لو مثلا السيجارو ب 3000 فرنك ب 4000 فرنك ما يعرفش ما يلقاش اللي حلو رأي رأي رأيك يا رويس به عندك رأي آخر بالنسبة للقانون هذايا هل إنه متعلق بالردع بالقوانين ولا متعلق بثقافة وعقلية كاملة للمجتمع؟ لا أنا مش حاطها في الثقافة برك في الثقافة إيه في الثقافة تعرفش علاش ولي الإنسان يثقف ولي يعصح ولي ولي يحط فاجي ولي ولي كاي شكل بونطة ولا في دوكا طبي مشوار ما فهمتش تعرف شو ما نسيت توا كاين طبي مشوار زاد كذا كذا باش شنو حتى المشوار بالأنواع زاد؟ إيه طبي مشوار مو باش يخلي لي حاش ولا كذا باش يطيح زاد ما فهمتش باش يدوا لي حك ولا زاد مو هذاك زاد ما يتابع ولا ماذا واضح مو يحطوا في بقعة معينة خاصة ويجي مثلا تجي البلدية باش تمشي تلقط البلدية باش تمشي للبوبيلة تاك تنظف البوبيلة وترجعها هو الأول مرة مرتين يولي يتسانس ما عادش ينجم معناتها يطيشك الكغس اي معناتها تدخل في الثقافة نتاعو المعاملة اليومية اللي نتاع كل يوم بيان سير هذه بيان سير صحة الشك هذه هي هو بذاته السقف تولي هو بذاته يسقف تعرف علاش ما عادش نجم يجيب التطبيق مشوار من جيبه باش يخلي لي حاجته مثلا يديه يمسح يديه ولا كذا ويطيش خاطر كيفاش تطيش وما انت خير حتى معناتها في الجي جي انسان اخر باش ينظفوا ما عادش نجم يهزك البابير هكا يولي يحطه في مكتوبه مع اول بوباله هكا يحط فيها المشروع والله العظيم يعني. اسمعني تو تجاري معك في تونس انا عندنا ثقافه والله العظيم ومصلى النبي اما نحن هما اللي غلب علينا الله ينجم يجيك في حياه في كي في بي 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 تو يعمل لك معناتها نحن نقول بانو لا بوبيلة صغيرة حاجة بوبيلة صغيرة والله اي نجم يعمل خطوتين ثلاثة أربعة زايدين قدام ويمشي حتى تطير فك البوبيلة ويرفع والله ما فيها بيس وين يعملهم البوبيلات وين؟ البوبيلات؟ اي ثم ما انت بوبيلة صغيرة تاع مثلا نقولوا 30 سنتي 40 سنتي تاع حاجة صغيرة ماهيش حاجة كبيرة تنجم تعملك حتى في بيتو تاع ضوء فهمت اي ما يصير كي تو كل ما انت كل بوتو تحط فيه كعبه الواحد ما عادش نجم يطيش البوبيله باهي واضح هذا حل واحد اخر هذا باهي برشا باهي برشا تدخل مثلا لحد مثلا حق مترو مترو مثلا مثلا زاد كذا كذا ياسر وشوي كذا هذاك زاد حق المترو زاد موجوده فيها تو بالليل العظيم عمر مره تدخل تبدا قاعد فوق مثلا فوق كرسي تلقى ب 30 ب 40 سيجار ومعناته باك تطي مشوار ولا برشا حاجات هذا بقول نجم تستهكوا باسبوع تاع اليدين تهزز حتى في مكانه والله العظيم هذا اون برسيب يمشوا في الخطه هذه كي حتى فوق يهلا والله العظيم تتريقل ان شاء الله الدنيا هي. واضح يا رويس شكرا ليك رويس شكرا ليك على التليفون نتاعك نكملوا مع اخر تليفون ومعنا بالاحسن من نابل مرحبا عسلامة مرحبا عليكم مرحبا يا سيدي يعيشك ميرسي ولا يعطيكم الصحة على البرنامج وعلى السوجي سيرتو ابوردي اللي تري امبورتون سوف كو بون جي كيلكو رماك كل واحد عافير كونسيرنون الخطايا معناها بون 60 و40 كي تبدا باغ اكزومبل نقولوا احنا اون فري بوبيل
فهمت. أما فوين مع سيجاريت ولا حاجة ماذا بينا تكون حاجة أبغدابلة اللي هي كومبيو بيي سور بلاس قريبة كيف والعبيد وتلقى فوق 60 ولا 40 ألف تفي تخو وكونسرنو معناها لتوائل البوبليك يفو غيالمون معناها بانسي على الانسالي إلي طن هذا واحد. أما أنا نحب نسأل حاجة أخرى إذا كان البلدية ما تقومش بالدورة متاحة شنو على المواطن وقتها بالشعب بلدية فانا ناحية نقول احنا كونكريت هاو مش عطيك انكار كونكريت فما ديار مثلا كلي مبنين عن طريق الكنيس والكل فيهم نقولوا احنا فاخسين جردة تقولك البلدية انا نتعهد برفع الفضلات متاع الجردة معناها فهمت كل دي مثلا بليك تسكر الراديو بحذيك خطر الصوت قاعد يتعاود بالحسن هاي تفضل سيدي مرحبا قلت لك البلدية تقول لك نرفع الفضلات هذوك تاع الجر وتصبر تزرع ولا حاجة فهمت شكلا دي وهي ما تقومش بالحكاية هذيك معناها تقعد خرجها انت لندي ماتان ولا ديمونش سواغ نقولوا احنا فهمت وتقعد الحكاية هذيك فهمت وما كوبالة ورا كوبالة وشجر ورا شجر تولي بلاصة كبيرة وانا اكد لك اليوم خويا اسامة اني فما بعض البلديات ولازم نسمي توا السوبخي معناها النوميني فهمت تعدي 3 و 4 جور اي ميم بلوس ما تهزش كوبالة ولا يقولوا لك ما عندناش كاميون يجي يهز وما عندناش امكانيات دونك لهنا حسب رايك انت اللي البلديه لازم تقوم بواجبها باش المواطن يتحمل مسؤوليته بيان سيغ انا وحاجه اخرى لفت بربي كبيره برشا احنا زون كوتيير ابخي تو معناها هنا بالحمامات تزركه قليبيه الشط نتاعها راهو تخي غاغ راهو باش تلقى معناها سابل ارجنتي كيما اللي عندنا راهو فهمت سي تخي غاغ هذاك بالحق في البحر تابي فور في عوض 60 حتى 600 ألف لا سي بون معناها جي كارتون باش بور سافوار معناها لو بري معناها دو تريزور كون اي ان تران دو بيرد فهمت خاطر سي انادميسيبل كوميم واحد يخرج البحر فهمت يولي حاشيك اون فان جورني يولي مسب نتاع طوبيل واضح واضح يا سيدي واضح واضح شكرا لك شكرا لك بالحسن على التليفون نتاعك بعجاله سي فاخر خاطر يمكن العباد معناتها تعرف ثلاثه اربع قوانين اللي سمعوا بهم ولا اللي موجودين وموجوده عديد القوانين حاب نقرا عليك القوانين وانت تعطيني رايك فيهم ولا تحب تبدا ب 2016 مسالش انا حبيت نعلق على المدخل الاخر راهي العقوبه بعجاله عايشه تاع تلويث الشواطئ ما هي 60 دينار فقط خاطر راني قلت لك ثم برشا قوانين تدخل في الموضوع هذاك عندنا الجرائم المتعلقه بتلويث المياه البحريه وواحد عندنا الخطايا معناها ثم جرائم بيئيه معناها توصل العقوبه حتى ل 150 الف دينار فهمت وفيها حتى 150 مليون اي معناها بتلوث البحر دونك ثم عقوبات بالسجن توصل حتى العام سجن دونك حبيت نقول ولي ما هي 60 دينار بركه ثم قوانين اخرى خاصه تعاقب على تلويث الشطوط دونك نرجع عن القانون هذا نتاع 2016 نعطيو فكره شويه للمستمعين على بعض المخالفات هذه كما قلنا هذا اللي باش يلوحوا الفضلات المنزليه قدام الدار اللي يحط الاثاث القديم استغنى قدام الدار اللي باش يربي الحيوانات في داره حيوانات اللي عندها صبغه تجاريه باش يبيع واحد وتقلق الجيران اللي معناها اللي عنده قلق من الحيوان بالضبط كلب ولا قطوس ولا هي بلاصه في بورتمون نجم يشكي بها بيان سور وهذه كما قلت لك هي مخالفه اضافه للعقوبات الجزائيه يمكن رئيس الجماعه المحليه يعمل له محضر اخر توصل للخطيئه حتى 1000 دينار فهمت ويمكن يحجز له هيك الحيوانات هذيك ويمكن حتى يغلق له المحل نرجع للقوانين الرسمي اللي خرجت الايامات اللي فات هنا فما يلقى وضع وترك وصب فضلات الاطعمه أو بقايا سجائر القواري أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كان طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة وضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحددة لها فك سجائر هي فتجي القطوس من بعد فرفشة ترجع شو هذوك معناتها ما عادش يشريهم الإنسان هذيك مخالفة يعرض روحه هذوك ميسا شيبو بيل يتباعوا في الجرون سيرفاس يهم يبيعوا فيهم هذوكم اللي يقصدهم الأمر الحكومي هذا هذوكم خاطر ساهلة كما قلت لك باش تقطعهم وتولي حالة إخراج الفضلات
الحاويات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية، تحويل الحاويات الفضلات المنزلية الموضوعة من قبل الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها اللي كنا حكينا عليه، معناتها بوبيلة تلقاها على الكيس الكبير يحطها قدام باب داره، ثم صورة مخالفة يخرجوهم من الحي متاعهم، خاطر خاصة في الصيف تعطيك الريحة وتعملك الناموس واحد يخرجها الكياس زادة. ثم عارض أي شيء بالنوافذ أو بالشرفات، إيش معناتها هذه عارض أي شيء؟ نجم تحط مثلا مش تنشر حوايج معناتها في لا مثلا تحط زاد ما محبس صغير تنجم يقوم ريح ولا حاجه، ولكن محبس بلاستيك فيه شوي نوار اللي عامل يعمل جنينه في البركون نتاعو شنو يعمل؟ لا هاني قلنا معناها تكون حاجه معناها تنجم صلبه تنجم تطيح، فهمت؟ حاجه كيما كيكه باه. اصلاح السيارات او غسلها بالاماكن العموميه هذه معروفه. وضع والقاء وترك وتفريغ اي شيء بالاحواض المياه او النافورات العموميه ومحيطها. فما برشا عديد تم تلويث الشواطئ او مياه البحر او ازعاج راحه الافراد، غسل الصوف او الجلود. احنا قادمين تو على موسم الصيف مثلا، انك الظاهرك اللي يهزوا الكلاب نتاعهم ويعوموهم في البحر راهو ممنوع، اللي يهز الحصان نتاعو يعوموه في البحر راهو مش عارض روحه لخطيه، فهمت؟ دونك الظواهر هذوما ماذا بينا نتجنبوهم ويكون سلوكنا سلوك حضاري شويه. فما إلقاء وضع أو ترك جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعات المحلية المعنية، نقل الفضلات المستخرجة من جهر فروع الخنادق الخاصة في وعيته بكيفية لا تستجيب للشروط الصحية المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية، تلويث الأماكن العمومية بفضلات الحيوانات، سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها، والجوانين بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضارية. ثم يحكي زيد على الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية دون إذن من الجماعة المحلية المعنية. لهنا اللي يزرع قدام باب داره ولا هذيك زيد ممنوعة، خاطر التروتوار هو ملك بلدي. معناها كي تجي باش تعمل حاجة مزيانة لازم تستاذن من البلدية، ما تجي وحدك مثلا باش تعمل لك البيكيات ولا باش تزرع شجرة. سامحني باش نسألك لهنا، توا فما عديد التساؤلات اللي تجي بالنسبة للعباد، يقول لك جاري التروتوار نتاعو عمل فيه زليز ونحاه هذا ممنوع ممنوع. نجم يشكي به جاره، ملك بلدي نجم يشكي جاره وتجي البلديه مصالح البلديه وتزيلك الاحداثات اللي عملها واللي يعمل شجر قدام باب داره زاد. هذاك هي فوضى، حتى باش نحافظوا على المظهر الجمالي للمدينه والواحد داير. ثم مخالفه هي في الواحد لازمك تحافظ على المظهر الجمالي للمدينه، فهمت؟ قد قرب يجي منه ويزي منه، وهو في الاطار هذا هبط القانون هذا. عدم صيانه وتنظيف الاجزاء المشتركه بالعمارات، وعدم صيانة وتنظيف الاسطبل ومرابة الدواب المرخص فيها. هذا هو زيد. حاول قانون يشمل أكثر ما يمكن من الحالات، وهذه نتصورها على سبيل هذوما كل بأربعين ألف هذوما أربعين ألف وفما ستين ألف ديجا. هل تكفي أربعين ألف ستين ألف؟ هات نبدأ بالأربعين وستين. أنا راها ساعك الخطية معناها ماهيش كبيرة ماهيش زاجرة برشا، هات نبدأ بها عمل الدولة فاش يتمثل بالضبط في دقيقة؟ توفر الآليات واللوجستيك اللازم للبلديات، وأنا في إن شاء الله في الانتخابات البلدية الجاية باش تكون منافسة كبيرة بالبلديات، كل واحدة باش تحاول تخدم خير من البلديه الاخرى، ان شاء الله يكون تنافس ايجابي ويكون هذا لمصلحه المواطن بصفه عامه. وزاد مش كان في البريود هذيك نتاع الانتخابات لازم خدمه كبيره بالنسبه مش يستعملوها في الحملات الانتخابيه نتاعهم التونسي ولا فايق ولا يتبع واحد. انا ننتخبك نحب برامج دائمه. شكرا لك، شكرا لك سي فخر بركات مستشار محكمة الاستئناف بنابل. حكاية الناس لليوم وفيت، نجموا تعاودوا تسمعوا حلقة اليوم على السيت نتاعنا كاب راديو بونتيان، تلقاو زاد لي فيديو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب فيم. كيب كاملة كانت معكم اليوم نبيل في الإخراج، حازم وسليم في التنسيق، ناس جيفة في الإعداد، هيبة وسام المثلوثي في التصوير، ومعايا وهبي كوتي ميكرو. شكرا لك وهبي، شوية خطا أولاد الكاب، نتقابلوا احنا الاثنين الجاي في لمان الناس كلها. كابا فام الكلمة ليك.